الميديا ونروح للاستاذ عدنان حلبيه نائب رئيس النادي المصري، عضو مجلس اداره النادي المصري. استاذ عدنان مساء الخير. مساء الفل يا كابتن احمد، ازي حضرتك؟ اهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك. ربنا استاذ عدنان، قرار اقاله الكابتن طارق العاشري وتعيين الكابتن علي ماهر لاستكمال المهمه في النادي المصري، حبيت اعرف من حضرتك كواليسه ايه هي اسباب اقاله الكابتن طارق العاشري؟ يعني حسينا ان الفتره اللي فاتت في مشكله ما، او في مشكله طبعا بالاضافه لموضوع الكورونا واللي حصل، والمشكله الازمه اللي حصلت في النادي المصري، والمشكله بتاعه الاعداد الكبيره اللي جالها الكورونا، ضاف عليها كمان بعض المشاكل اللي احنا شايفينها في الفرقه. والفرقه يعني يمكن الكاريزما او المود بتاع الكابتن طارق مش ماشي مع مع السيستم اللي كانت الفرقه بتلعب بيه، وطبعا الوقت حرج جدا جدا، فاضطرينا طبعا ان احنا يعني بالتراضي كده ان احنا نفسخ التعاقد مع الكابتن طارق، وربنا يوفقه يا رب. واتكلمنا مع علي وخلصنا التعاقد النهارده الحمد لله، وربنا يعمل ان شاء الله. استاذ عدنان، انا عارف كويس جدا ان استاذ سمير ومجلس ادارته بيبقوا حذرين دايما جدا في موضوع تغيير المدربين، وانا عارف ان انتوا دايما بتساندوا المدربين اللي شغالين معاكم بشكل كبير، لكن بكل صراحه بحاول ان انا معاك احط نفسي مكان كابتن طارق العاشري، والراجل الحقيقه اتعرض لظروف صعبه جدا، صعبه على اي مدرب، ظروف لا في ايديكم ولا في ايديه ولا في ايدين حد، ظروف خارجه عن اراده الجميع، ورغم ذلك النهارده الراجل كان بيجتهد وبيخلص وبيشتغل وبيحاول ان هو يكسب، لكن ناقصه لعيبه كتيره جدا. فانا عايز اسالك سؤال بصراحه ورد عليا، هل الخلاف ما بين كابتن طارق العاشري والكابتن عبد الظاهر السقا كان هو السبب الرئيسي في الاطاحه بكابتن طارق، ولا في اسباب تانية تقدر حضرتك تقولها لنا؟ نهائي نهائي خالص، بالعكس. يعني الخلاف اللي كان ما بين الكابتن عبد الظاهر والكابتن طارق كان خلاف كوره، وكان سوء تفاهم، هو ما استوعبوش لانه كان على الهوا وبيسال على الهوا ودخل في مشاده ومشكله على الهوا، واحنا كمجلس اداره اللي كنا مدين تعليمات واضحه وصريحه بالانتظار وعدم ابلاغ الجهاز الكوره او المدير الفني او اللاعبين في الوقت ده، كان الساعه 9 بالليل للساعه 11 اللي هم الساعتين دول، عشان ما نعملش حاله ذعر وبلبله، لان النتائج اللي كانت في ايدينا كانت نتائج لعيبه للمره الثالثه او الرابعه، ايجابي سلبي سلبي ايجابي ايجابي سلبي. فبالتالي عرفنا اللي فيه خطا ما موجود، زي ما في انديه تانية كتير في نفس اليوم وتاني يوم جالهم اخطاء او حصل عندهم حالات في الرابد تيست، واللعيبه دي شاركت بالفعل، ولكن الموضوع دخل في حته تانية، موضوع بتاع المشكله اللي ما بيننا وبين اتحاد الكوره، وحصلت مشاده كوره ما بينهم، وده ليس له علاقه بموضوع ان الفسخ اللي جاب التراضي النهارده ده نهائي، ولكن احنا شفنا ان في مشكله ما ممكن تكاد تكون عند لاعبتنا، تكاد تكون في طريقه لعب لا تتماشى او مش قادره تتماشى مع الوضع اللي فيه الفريق بتاعنا دلوقتي في الدوري، ومعناه جدول دوري مجنون في الدور الثاني، بتشوف نتائج غريبه جدا بتحصل غير متوقعه، قدت انك في مكان مش لايق او مش مناسب معاك، وفاضل عندك حوالي 15 ماتش، فكان لازم ان انت تتحرك بسرعه بحيث انك انت تشوف طريقه لعب قريبه من الطريقه اللي كانت بيلعب بيها الفرقه عندي، ونلحق نلم الفرقه في المباريات القادمه دي، هو ده السبب مش اكتر صدقني. يعني استاذ عدنان، التعاقد مع الكابتن علي ماهر لنهايه الموسم ولا في موسم كمان؟ لنهايه الموسم مبدئيا ان شاء الله. ان شاء الله. بتمنى لحضرتك التوفيق، ومجلس اداره النادي المصري والنادي المصري وجمهوره، النادي المصري ان شاء الله هيرجع اقوى مما كان، وانا بقول ان الظروف اللي بيتعرض لها النادي المصري والنتائج دي طبيعيه في ظل الظروف اللي عاشها الفريق، اصابات كورونا وذعر وخوف عند اللعيبه، ولكن يبقى النادي المصري واحد من اكبر الانديه اللي موجوده في مصر. جاد، انا بشكرك جدا على وجودك معايا، وهيبقى لينا لقاءات كتير في اوضه اللبس.